السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل تجربة ظريفة مع بعض دلوقتي. خليني الأول ألغي الشخصية اللي كانت موجودة هنا، وهاجي هنا عايز إن أنا أضيف مثلا خلفية الأول، وليكن مثلا بلو سكاي، هي دي الخلفية بتاعتي دلوقتي. وعايز إن أنا أرسم أنا بقى شخصية، ممكن تقول له ارسم أو تعال نشوف لو عنده شخصية. أنا مثلا أختار الشخصية ديت، اهي تمام. تقدر تتحكم في السايز بتاعه من هنا بالشكل دوت. طيب انا عايز اقول له بقى ايه، عايز يقف مثلا عند النقطة دي، او اقدر اتحكم في المكان اللي هو عايزه فيها. ماشي، ممكن من هنا لو انت عايز تغير الارقام، ممكن تغير من هنا، او هقول له واحدة واحدة زي ما احنا متعودين كنترول. هاجي هنا اقول له ان انا عايز اول ما يبدأ، تمام، اول ما حد يتك يروح جوتو، نديله بقى الارقام مثلا الارقام اللي هو موجود فيها دلوقتي، مفيش مشكلة عندي، لكن تقدر تغيرها هنا نقطة الزيرو زيرو كده بالموجب في الاكس، وكده بالسالب في الاكس، كده بالموجب في الواي، وكده بالسالب في الواي. طيب بعد كده هقول له الاتجاه بتاعنا في الاتجاه دوت، تمام. تقدر انت تغيرها لو انت عايز. طيب بعد كده عايز حاجة تتكرر على طول، فهروح قايل له فور ايفر، بس لما يحصل شرط معين. الشرط اللي هو ايه، هجبه على اداة الشرط ديت اللي هي قاعدة اف، واقول له لو الشرط اتحقق، والشرط ده غريب شوية، اتحرك خطوة واحدة. هو الديفولت بتاعه او الافتراضي بتاعه ب10، اقول له لا خليها واحده بس. طب ايه الشرط بقى؟ ان انا لو نفخت في المايك، تمام. طيب هقول له هنا لو نفخت في المايك، اللي هي يبقى هعمل صوت اللي هي من السنسنج اللي هي اللود دهوت. طيب عايز اقول له لو الصوت ده اعلى من 50، فاعلى من دي عملت حسابيه، واجي هنا اقول له لو هي اعلى من 50 مثلا، اهي تمام. طيب شغل، طلب مني ان انا اسمح باستخدام المايك. الو 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 الو، لو اول ما اتكلم بيبدأ ان هو يتحرك، تمام. يعني لو الصوت زاد بيبدأ ان هو يتحرك. الو الو الو، الو.